واضح انه هاي عمليات فردية ولكن فيها بطولة، فيها رباط الجيش، فيها منظومة قيمية تحتم على النخب السياسية والقوى السياسية الوطنية الفلسطينية أن ترى في وصية أحدهم هذا البطل اللي سجل مدونة ممكن أن تكون وثيقة تدرس في المدارس عن معنى الشهادة وعن فادي علوان وعن معنى الوطنية. هذا السلوك الميداني الفلسطيني اللي فيه درجة عالية من الاستعداد للتضحية، أنت تشوف جندي بندقيته هارب أمام واحد بسكين أو حتى فيش فيدي شيء أو مرعوب أمام فلسطيني فقط لأنه فلسطيني. أنا بقول لك هاي بطولات فردية وأنا بعتز فيها، أنا أقول لك أنا بعتز فيها وبحيي كل اللي قاموا فيها، وأنا بقول لك بالعكس.